بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل مقرر دراسات في مجال الهندسة الإنشائية Studies in the Field of Structural Engineering. طبعا ما زلنا مع شابتر 4 Miscellaneous، موضوعات متنوعة، وكنا ابتدينا الموضوع رقم 2، والموضوع هو عبارة عن مقارنة بين 3 مصطلحات. المصطلح الأول هو عبارة عن ريليز، المصطلح الثاني ريسترين، وكنا قلنا إن ريسترين عكس ريليز، والمصطلح الثالث كونسترين، وكونسترين مرتبطة بالريسترين وريليز، إن الثلاثة مرتبطين بالحركة. التاريخ 23 مايو 2020، ويعني يعني ممكن يبقى في فرصة ان احنا ننهي الموضوع النهاردة ان شاء الله. دي المحاضرة الخامسة بارت اي. زي ما قلنا يعني احنا ما زلنا مع الريليز والريسترين والكونسترين، والريليز والريسترين عكس بعض وكده. فيعني هفترض ان انا مثلا عندي بيم مثلا فيكسد عند A وفيكسد عند B، ولو في مثلا حمل موزع W مثلا، ورسمت الديفورمد شيب، فهلاقي الديفورمد شيب بالشكل دوت. هلاقي ان الدي اكس والدي واي والثيتا بيساوي صفار عند الاي، ونفس القصة الدي اكس والدي واي والثيتا بيساوي صفر عند ايه البي. يعني الدي اكس والدي واي والثيتا التلاتة دول عند الاي بيساوي صفر، وكمان عند الاي عند البي. وخدت قرار ان انا اعمل ريليز عند نقطة بي للثلاث حركات مثلا. هبدأ أحرر أو أسمح بالثلاث حركات اللي هما الدي اكس والدي واي والثيتا عند الاي البي. فطبعا في الحالة ديت هتقوم الكاميرا تتحول من فيكسد فري، بقت فيكسد زي ما هي، ما زالت فيكسد عند الاي، لكن اتحولت لفري عند الاي البي. وفي الحالة دي طبعا لو عندي نفس الحمل كده فالديفورمد شيب طبعا هيتغير، لان نقطة بي خلاص اصبحت حرة بتتحرك. الاول كانت ريستريند، يعني ممنوعة من اي نوع من انواع الحركات. في الحالة الثانية أصبحت بي أصبحت ريليزد، حرة إن هي تتحرك حركة رأسية حركة أفقية، فري إن هي تروتيت إن هي تلف بزاوية وكده. وبالتالي أنا لو رسمت بقى الديفورمد شيب الجديد هلاقيه بالشكل دوت، هلاقيه بقى في حرية للحركة الرأسية وحرية للروتيشن عند الايه عند الجوينت بي، انما ما زالت كما هي، ما فيش حركه راسيه ولا افقيه ولا روتيشن. ده معنى الريليز، ان انا حولت الحركات اللي كانت ممنوعه عند بي لحركات مسموح بيها، بقى في حريه للحركه، وبالتالي انا تخلصت بقى من ردود الفعل. لان لما كانت نقطه بي ممنوعه من الحركه كان عندها ثلاث ردود فعل، كان عندها رد فعل راسي ار واي، وكان عندها رد فعل افقي ار اكس. ده يعني لو اعتبرنا ان في افقي وكده، لكن لو اعتبرنا ان هي بيم وهنحمل الافقي فما فيش مشكله. وعندنا كمان رد فعل ثالث اللي هو عباره عن مومنت. طبعا لما انا حررت الجوينت بي خلاص اصبحت بتلف، يبقى ما فيش مومنت، بتتحرك راسي يبقى ما فيش شير، بتتحرك افقي يبقى ما فيش نورمال. لو احنا بقى عكسنا واخدنا مسألة تانية، زي مثلا هيبقى عندي مثلا كاميرا، الكاميرا ديت كانت مثلا فيكسد عند الاي،
فيكسد عند الاي، وبعدين كانت فري عند البي، وعليها برضو حمل موزع، على حمل موزع، وحمل ده قيمته دبليو. ولو انا عاوز ارسم الديفورمد شيب في الحاله ديت فهيطلع كيرف، وبالتالي بقى في حركه راسيه عند البي، وفي روتيشن كمان عند الاي البي، يبقى عندي زاويه اللي هي ثيتا، وعندي ايه دي واي عند البي، واحنا طبعا هنحمل الايه الدي اكس وكده. طالما في حركه عند البي يبقى مفيش رياكشنز، مفيش رياكشنز. لكن برضو زي ما عملت في المساله اللي فاتت، انا هعكس بقى هنا. انا لو بتكلم عن جوينت بي هقول عليها في الحاله ديت ان هي ايه فري، ان هي فري تو روتيت، يعني هي في الحالة اللي قدامي هي عبارة عن فري تو ترانسليت، وفري تو روتيت، عندها حرية لحركتين. إذا هي ريليزد، هي عبارة عن جوينت عندها حرية تتحرك، وبالتالي ما فيش ايه رياكشنز. طيب انا عاوز بقى اعمل ايه، يعني اضيف ريسترين بقى، امسك حاجة، امنع حركة من الحركات، سي ان انا همنع ايه، همنع الدي واي، هحط الدي واي بصفر، هقول مثلا بوت الدي واي، الدي واي عند البي، عند البي تساوي ايه، تساوي صفر. في الحاله ديت هتتحول الكاميرا من فيكسد فري الى فيكسد ايه هنجد، طبعا على اساس ان احنا طبعا زي ما قلت خلاص الدي اكس مش موجوده، كانها ما بتتحركش، فيبقى فيكسد ايه هنجد. يعني لو احنا طبعا عاوزين نقول كلام مظبوط، اعتبر ان احنا هنمنع الدي واي، وهنمنع كمان الايه الدي اكس، وهنمنع الدي اكس، يبقوا الاثنين بصفار. وهسيب مين بقى، هسيب الايه الروتيشن، وبالتالي في الحاله ديت هي يعني اتمسكت، بس بدل ما امسك الحركات الثلاثه انا مسكت ايه، او منعت حركتين اللي هم الدي اكس والدي واي، وبالتالي الديفورمد شيب هيتغير. يعني لو جينا نرسم الديفورمد شيب في الحاله الجديده هنلاقي الديفورمد شيب بالشكل ده، طبعا اتغير عن لما كان فيكسد فري، بقى اصبح في عند الـ الهنج، اصبح في ايه، اصبح في ثيتا، في ثيتا فقط، لكن الدي اكس والدي واي خلاص اصبحوا ممسوكين. وبالتالي هنا طالما انا مسكت الدي اكس والدي واي يبقى هيتولد عندي ايه تو رياكشنز، هيتولد عندي تو رياكشن، رياكشن راسي ورياكشن افقي اللي هو ار اكس وار واي. وطبعا احنا زي ما قلنا الار اكس ده تحصيل حاصل، يعني لان احنا بنفترض ان احنا في البيمز دايما بنقول كده ان بيمز، ان بيمز بنقول نجلكت ايه، نجلكت الاكسيال ديفورميشنز، يعني دي حاجه بس بتبقى موجوده في الايه في البيمز، ومقبوله، يعني مقبوله، يعني ممكن تعدي وكده، فرضيه ايه مقبوله. ده بالنسبه لل الريليز والريسترين. بالنسبه للكونسترين طبعا ليه امثله كتيره، يعني لو انا تخيلت مثلا ان انا عندي في الطبيعه مثلا بودروم مثلا، والبودروم في رامب، فهرسم انا الرامب كده. الرامب عباره عن بلاطه مايله، بلاطه بتكون في وضع مايل لان بتنزلني من مستوى عالي الى مستوى ايه منخفض، بيبقى في منسوب عالي فوق وبنزل لمنسوب منخفض تحت اللي هو منسوب الايه البودروم وكده. والرامب دوت، الرامب هو عباره عن بلاطه، عباره عن بلاطه، بس هي بلاطه ايه، بلاطه مايله، مش بلاطه افقيه ولا بلاطه راسيه، هي بلاطه ايه، بلاطه مايله. والرامب ده هيكون يعني ايه متحمل على حيطه البدروم. فلو انا رسمت حيطه البدروم مثلا، نرسمها بلون تاني، حيطه البدروم بتكون راسيه بخلاف الحيطه بتاعت الايه، بخلاف البلاطه بتاعت الرامب. فلو انا رسمت حيطه البدروم او جزء من حيطه البدروم كده، يعني على اساس ان احنا ايه يعني هنقطع، فانا هاخد جزء من حيطه البدروم ده كده
الحائط بتاع الايه البدروم. حائط البدروم دوت اللي هو البيزمنت وول، ده عبارة عن البيزمنت وول، ده عبارة عن وول. فالوول رأسي، والبلاطة بتاعة الرامب مايلة، ولكن الاتنين اتقابلوا، الاتنين بيتقابلوا على خط، هنقول الخط دوت اللي هو ايه الاي بي، الاي بي. وبعدين انت لما هتيجي تعمل بقى ميشنج، طبعا الحيطه بتاعت البدروم بقى هتبقى نازله من ورا الرامب يعني، بس هتبان ايه كانها ايه دوتد يعني، بحيث ان هي يعني نكملها يعني. يعني دي كده الفيو، الفيو الرامب مداري الحيطه بتاع البدروم من الخلف وكده. طبعا انا لما باجي اقسم بقى الرامب لاليمنتس بقى، لو انا بحل المساله بالبرامج وكده، فهقسم بقى البلاطات، البلاطه المايله ديت اللي هي بتاعت الرامب هقسمها الاليمنتس سيم، مثلا هقسمها يعني عناصر رباعيه اللي هي زي مربعات او مستطيلات وكده. فهبتدي اقسم الايه البلاطه في الاتجاهين، في الاتجاه الطولي والاتجاه ايه العرضي. الناحيه الثانيه نفس القصه وكده. قسمت انا ايه الرام، سي قسمت الرام بكام؟ ده 1 2 3، 1 2 3 4 5، يعني قسمته عناصر 3 في 5 يعني 15 ايه 15 عنصر. نفس الكلام هكرره مع الحائط بتاع الايه البدروم، هقسم انا الحائط بتاع البدروم لعناصر، بس هو حائط البدروم بقى رأسي والرامب مايل، فطبعا اكيد التقسيمات مش هتتقابل مع بعضيها. فلو انا مثلا جيت اقسم بقى في الوضع الرأسي، الاقي مثلا ده مثلا الاليمنتس بتاعت الايه الحيطه طبعا افقي ورأسي، وبالتالي هنا هلاقي حاجه مش هتبقى يعني ايه في مصلحتي وكده. ان الالتقاء اللي هو جاي على الخط ايه، على الخط اللي هو اي بي، التقاء الاثنين متقابلين على خط اي بي، ده الخط ده مشترك يعني كومون، كومون يعني ايه مشترك بين الاثنين. بس هنا بقى المشكله اللي قابلتني ان النودز مش نفس النودز، يعني النودز بتاعت الرامب مش متقابله مع الايه يعني، دي مثلا النودز بتاعت الايه الرام بكام نود مثلا، ادا 1 2 3 4 5 6، 6 نودز بتوع الايه الرام. وفي بقى نودز تانية بتاعت الايه بتاعت الحائط اللي هو متقسم بلون الاخضر، والنودز مش جايه مع بعضيها، يمكن اللي جاي مع بعضيه بس يمكن اول نود واخر ايه نود اللي هي البدايه ايه والنهايه بي، هم دول يمكن التو نودز المشتركين ما بين الحائط وما بين البلاطه المايله اللي هي الرامب، انما بقيه النودز منفصله عن بعضيها. فلو حليت المساله وبعد كده جيت ارسم الديفورمت شيب، هتلاقي الخط اي بي اللي هو مشترك ما بين الحيطه وما بين الرامب يبقى متصل عند الايه والبي فقط، وهيبقى ايه سايب من بعضيه في المسافة اللي هي ايه البينية. ليه؟ لان النودز مش مشتركة. طب حل المشكلة دي ازاي؟ حل المشكلة دي بسيط، وانا قلت عليه قبل كده ان في البرامج بيبقى فيه خاصية اسمها الاوتو لاين كونسترينت، ان هو بيجي نختار اللاين اللي هو المايل اللي هو المشترك اللي هو اللاين الاي بي، وبقول للبرنامج يعني بعد ما اعمل سيلكت بقى لللاين دوت، بعد ما اعمل له سيلكت اختاره واروح للبرنامج واقول له بقى ايه بالنسبة للخط ده اللي هو مشترك ما بين سطحين، سطح مايل وسطح رأسي، والنودز مش جاية مع بعضيها، وبالتالي كل واحد هيتصرف لوحده وهيبقى في بينهم زي تمزق، في جاب بعد الحل هلاقي فيه فراغ كده، في جاب الاتصال عند A و B فقط، فده مش كويس. فعشان يعني اتخلص من المشكلة بختار الخط وبعدين بنفذ امر اسمه ايه اوتو لاين كونسترينت. هنا اوتو لان البرنامج بيعمل
الحاجه دي اوتوماتيك، يعني لاين، لان انا مختار خط، لان طبعا ما يبقى عندي سطحين يبقى لازم هيتقابلوا على خط، يعني فده شيء طبيعي، يبقى في سطحين يتقابلوا على خط، وانا عاوز عند الخط ده احط كونسترينت اللي هو بقى الجزء الايه الثالث، احط كونسترينت، احط قيد على الخط دوت. ايه هو القيد اللي المفروض يتحط على الخط ده؟ ان انا اقول للاريا اللي على اليمين والاريا اللي على الشمال، او النودز بتاعت الرامب والنودز بتاعت الوول اللي هم واقعين على الخط بس مش مشتركين، ما هماش نفس النودز ما عدا A و B، فبقول لهم بقى انتم اتصرفوا زي بعض، يعني تروحوا يمين زي بعض، تروحوا شمال زي بعض، تطلعوا تنزلوا تلفهم، فيعني ده بيحل الايه المشكلة. الحل جاب ان انا حطيت شرط ان بقول لمجموعة من النودز على لاين، مجموعة يمين مجموعة شمال، بس مش فوق بعضيهم، بقول لهم اتصرفوا زي بعض، بحيث في الاخر ما لاقيش بقى لا في جاب ولا اوفرلاب، الاقي الخط ايه بيه خط مشترك قبل وبعد الايه التأثير بالاحمال وكده يعني. فده يعني ايه مثال للاوتو لاين للكونسترين، وبيتم زي ما قلت عن طريق الامر اللي هو الاوتو لاين كونسترنت، وده كان موجود في الايتابس وكده يعني. هناخد امثله اخرى، هنحاول ناخد يعني امثله، يعني هي المحاضره النهارده هي مراجعه مع امثله اضافيه للمرات اللي فاتت وكده يعني. فهاخد مثال تاني، مثلا هتخيل ان انا عندي مثلا كاميرا مثلا بيم كده، وهفترض ان انا عندي مجموعه من السبانس مثلا سي مثلا 3 سبانس، وهقول ديت A B C D مثلا، وبعدين هاخد برضو حمل موزع W كيلو نيوتن على الايه المتر، وبعدين انا في الحالة ديت بقول ايه انا عاوز اقسم البندنج مومنت دياجرام والشير وكده يعني، ده الوزن، وعاوز ارسم المومنت. فطبعا المومنت للحاله اللي قدامي ديت بسيط وسهل، يعني كاميرا مستمره فليها 4 سبورتس، وانا عاوز ارسم البندنج مومنت ديجرام، فانا برسم الديتم وابتدي ارسم البندنج مومنت، فالمفروض ان زي ما تعودنا كده هيطلع المومنت بوزيتيف وبعدين نيجاتيف وبعدين بوزيتيف نيجاتيف وبعدين ايه بوزيتيف، ده المومنت البوزيتيف والنيجاتيف. وقلنا لو تفتكروا بنرجع احنا بقى في الاخر خالص نضيف ايه، نضيف اللي هو نيجاتيف مومنت اللي في البداية اللي هو ده بيفقل تربيع على 24، والمومنت النيجاتيف اللي في النهاية اللي هو برضو ده بيفقل تربيع على ايه على 24. الكلام ده احنا خلاص عرفناه وكده يعني. ولكن انا كنت قلت ان بالنسبة للسبورت ايه والسبورت دي، السبورت ايه ودي اللي هو هنقول at supports A and D. A and D امتى المومنت يطلع بزيرو، امتى المومنت يطلع بزيرو عند A و D؟ لو الوصلة هي عبارة عن مفصل، لو الوصلة هي عبارة عن ايه عن مفصل، يبقى ده A و A و D دوت A و D. يعني اف الوصلة هي عبارة عن بين، عبارة عن مفصل، يبقى الكلام بتاعنا ايه ان هو المومنت يبقى في البداية زيرو مومنت، ده كلام مظبوط، يبقى كده ايه الكلام ايه مظبوط وصحيح. لكن دي الكيس رقم واحد، لكن الواقع اللي بيحصل في الناحية العملية ان ما بيبقاش كده، لا ده بيبقى في بينهم اتصال، في اتصال في الجسم مكمل، الجسم مكمل، في حديد مشترك وفي
خرسانة بتتصب بتملى الاتنين مع بعض. ففي الحالة ديت يبقى المومنت المظبوط ان هو يطلع ايه نيجاتيف، يطلع نيجاتيف ما يطلعش ايه بزيرو. وبعدين انا بوصل برسم الديتم بقى من فوق، وبعدين بنزل الدبليو في ال سكوير على 8، فبيتبقى لي بقى المومنت اتقسم لجزء بوزيتيف وجزء ايه نيجاتيف. يبقى هو ده الوضع الصحيح لو هي مش مفصل، لو هي مش مفصل. فهم كانوا قالوا لي لا احنا يعني هنعتبرها ايه مفصل ونضيف احنا، عشان هو خايف بس ان العزم البوزيتيف قل هنا، العزم البوزيتيف قل هنا. طبعا كان هيبقى كل الدبليو في ال سكوير على 8 كلها ايه كلها تحت، لكن هنا الدبليو في ال سكوير على 8 اصبحت من فوق، من الديتام اللي فوق دي الدبليو في ال سكوير على 8، فراح منها جزء ايه نيجاتيف وهيتبقى جزء ايه بوزيتيف، فالبوزيتيف هنا اقل من ايه، فانا هنا يعني اثرت على البوزيتيف. فهو عاوز يحافظ على الايه على البوزيتيف كما هو، دبليو في ال سكوير على ايه على 8، دبليو في ال سكوير على 8. فعشان يحافظ عليه قال لي خلاص انت اشتغل على ان ايه ان هي سيمبل، ان هي سيمبل او بين، وارسم المومنت اللي هو بيبتدي بزيرو، والمومنت في النص هيبقى كله تحت اللي هو دبليو في ال سكوير على 8. طيب والنيجاتيف؟ لان هي مش مفصل، هي مش بالشكل دوت، هي مش بالشكل ده، هي ده الشكل ده مش هيتحقق. الشكل اللي هيتحقق في الطبيعة اللي هو ايه الشكل اللي هيتحقق في الطبيعة اللي هو الشكل اللي هو الجوينت اللي هي متصلة مستمرة فيها استمرارية وكده. ففي الحالة دي قال لي خلاص طالما يعني احنا كده بنعمل حاجة مش مظبوطة، ولكننا طبعا ايه اكتسبنا حاجة ان احنا كبرنا البوزيتيف مومنت، فخلاص مع الوضع دوت مفيش مانع ان انت بقى تحط شوية مومنت نيجاتيف كده. المومنت دوت اللي هو دبليو في ال تربيع على كام؟ دبليو في ال تربيع على 24. طبعا ده تلت مين؟ تلت البوستيف. ويمكن قلنا قبل كده لو احنا جبنا الحديد بتاع البوستيف مثلا 6 فاي، مثلا 6 فاي يبقى هناخد بتاع النيجاتيف كام؟ تلته، يبقى 2 ايه 2 فاي. وطبعا هو لما بتبقى الوصله فيكسد، لو هي فيكسد سبورت احنا عارفين في الفيكسد سبورت المومنت بيطلع النيجاتيف كام؟ بيطلع دبليو في ال تربيع على كام؟ على 12، دبليو في ال تربيع على 12. فالعزم بقى اللي هو دبليو في ال تربيع على 24 هو نص. هو عاوز يقول ان هي ما هياش فيكسد 100%، كانها 50% بس، كانها 50% ايه، كانها 50% فيكسد. فماشي مفيش مشكله. فيبقى انا في الحاله ديت لما اروح بقى للبرنامج وعاوز المومنت يطلع في الاول بزيرو والمومنت يطلع في الاخر بزيرو، فانا لو رسمت السبورتس اهيت كانديكيشن بس، فباجي اعمل ايه ريليز، اعمل ريليز في البدايه. والبرنامج لما بيعمل ريليز في البدايه بيحط لي كده زي ايه نقطه كده علامه، واعمل ريليز في الايه في النهايه. وبالتالي ده كان في البدايه، ده كان عند الستارت، ده كان عند الستارت، وده كان عند الاند. وانا قلت بقى ستارت واند تمشي حسب الاتجاه، يعني لو انت ماشي من اليمين للشمال يبقى نقطه الدي هي الستارت وايه هي الاند، والعكس لو ماشي من الشمال لليمين يبقى ايه هي الستارت والدي هي الاند. فمجرد انا لما بعمل انا الريليز هنا، طبعا هنعمل الريليز لمين بقى؟ هنا هنعمل الريليز الريليز هنا هنعمله للسيتا. هنا الريليز هيتعمل للسيتا زد عند الايه والسيتا زد عند الايه عند الايه الدي. فلما بعمل ريليز للسيتا، فلما بعمل ريليز للسيتا، سيتا عند الايه وسيتا عند الدي، فمعناها ان المومنت عند الايه اللي هو الام زد هيطلع بيساوي الام زد عند الدي، هيطلع بيساوي كام؟ بصفر. احنا قلنا لما الحركه نسمح بالحركه بيضيع الرياكشن، فانا سمحت بايه؟ بالروتيشن، يبقى هضيع المومنت لان المومنت هو اللي بيكون مقابل للروتيشن. طيب افرض انا بقى في عاوز اعمل حاجه تانية، يعني عاوز اعمل شيء تاني، مثلا عاوز اخلي انا الباكيه الاولانيه
المومنت بتاعها يبقى صفر من اليمين وصفر من الشمال، يعني الباكيه اللي هي ايه بي عاوزها تشتغل كانها ايه سيمبل بيم، يعني لو انا برسم المومنت كده للباكيه الاولانيه عاوزه يطلع كده، عاوز المومنت يطلع كده، يطلع زيرو يمين وزيرو شمال ويبقى كله بوزيتيف وكله ايه دبليو في ال سكوير على كام؟ دبليو في ال سكوير على ايه؟ على 8. مفيش مشكله، مفيش مشكله، احنا الامر ده ممكن ومتاح. لو انت عاوز المومنت يبقى زيرو عند الايه وزيرو عند البي مفيش مشكله، الامر بسيط جدا، ان انا هاجي في المساله واعمل بقى ريليز للباكيه اي بي يمين وشمال، هاجي اعمل ريليز للباكيه اي بي، اعمل لها ريليز يمين وريليز ايه شمال، يعني هنا هختار الباكيه اي بي، اختار الباكيه اي بي، اختار الباكيه اي بي فقط، اعمل لها سيلكت وبعدين اعمل ريليز عند الستارت، الستارت بتاعها وريليز عند الاند بتاعها برضو للسيتا زد، فاقوم اطير المومنت من الاول ومن الاخر فتشتغل ايه كانها ايه سيمبل بيم. انما طبعا في المساله اللي فاتت انا كنت عملت ريليز للباكيه اي بي عند الشمال عند الاند، وعملت ريليز للباكيه سي سي دي سي سي دي ديت بي وديت سي سي دي، عملت لها ريليز فين؟ عند الاند بتاعها، عند الاند بتاعها. انما في المساله الثانيه الاخيره ديت عملت انا ريليز للباكيه اي بي بقى اللي هي اول باكيه عند يمينها وعند شمالها او عند البدايه وعند الاند. اذا واضح ان انا يعني ممكن احول الثلاث باكيات لسيمبل، يعني لو انا عاوز الثلاث باكيات يشتغلوا سيمبل احولهم سيمبل مفيش مشكله، عاوز البدايه عاوز النهايه، فالامور في ايدي انا، بس طبعا هي بتعتمد على ظروف المساله، يعني مش لعبه مثلا، مش واحد قاعد يلعب ويعمل اي حاجه اي كلام، لا ده هو على حسب ظروف الايه ظروف المساله. فواضح طبعا ان احنا دلوقتي يعني اتكلمنا عن الاند ايه الاند ريليز الاند ايه ريليز، وقلنا ان الاند ريليز ده اول نوع من الريليز، والنوع دوت بيبقى في الغالب بيبقى مع الايه مع البيمز اللي هي موجوده في البلاطات، ممكن يبقى مع الاعمده لو انا عندي اعمده، ممكن يبقى بمعنى اخر مع ما يعرف بالفريم الفريم اليمنت. وهنا فريم مش معناها الفريم اللي هو بالمعنى التقليدي بتاعنا اللي هو ده، لا هو هنا في البرامج بيعتبر ان الفريم اليمنت ده اللي هو مين بقى، اللي هو اللاين اليمنت، اللي هو اي اليمنت على شكل ايه على شكل لاين، اللي هو يمشي بقى يمشي البيم يمشي العمود يمشي الجريد يمشي البريس، لو عندي بريسنج مثلا اي عنصر على شكل لاين، فبيبقى المتاح لللاين ان انا اعمل ريليز عند الايه عند الاندز عند نقطه عند بوينت، واللاين طبعا لما تقف عليه هيبقى انت واقف على ايه على بوينت، واقف على ايه على بوينت، مش هتقف على لاين، لا هتقف على بوينت، فبالتالي من هنا جاء كلمه اند. هو كان ممكن يقول بوينت لكن هو قال اند لانه في الغالب بيبقى عند الايه عند الاندز، يعني الستارت والاند او الاندز، لان طبعا البوينت اللي على الشمال هتبقى بالنسبه لي هي عباره عن اند لو انت واقف في ناحيه الشمال، والبوينت اللي على اليمين هي اند برضو لو انت واقف في ناحيه الايه اليمين وكده. ده كان النوع الاولاني. بعد كده قلنا بقى طيب لو عندي اريا بقى، يعني انا كنت قلت ان في البرامج زي الايتابس والسيف الايتابس والسيف يعني دايما انا عندي في بصفه عامه في يمكن ده خصوصي شويه في الايتابس والسيف في اوبجكت في اوبجكت وفي ايه وفي اليمنت وفي اليمنت. الاوبجكت هو عباره عن ايه؟ عباره عن جيومتري اللي هو الايه الشكل الايه الهندسي. انما الاليمنت بقى اللي هو الاستراكشر اليمنت اللي هو عنصر بقى جسم خرسانه وحديد
وكده. انما يعني ده لو انا برسم الاليمنت، هتلاقي مثلا في بلاطه يبقى الجسم نفسه اللي هو عباره عن كتله ليها حجم، ليها ابعاد، ليها سيكنس، ليها طول، ليها عرض، ليها طول A وعرض B، وجواها مثلا حديد ومواصفات وخواص وكده. ده الاليمنت. انما الاوبجكت لا، هو الجيومتري، كانه بيقول الشكل الهندسي لعنصر في البلاطه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن سيرفيس. يبقى انا لو رسمت سيرفيس كده، يبقى السيرفيس ده الجيومتري بقى اللي هي بتحاكي او بتمثل الاليمنت. او ممكن بدل ما اقول سيرفيس اقول عليه ايه؟ اقول عليه اريا، اقول عليه ايه؟ اريا. نفس القصه لو انا عندي عمود مثلا او بيم، لو انا عندي مثلا عمود او بيم او جريد او بريس، ما هم كلهم واحد. يعني هو الفرق بس ان البيم بيبقى ايه؟ بيبقى هوريزونتال، بيبقى هوريزونتال، والعمود بيبقى ايه؟ فيرتيكال، بيبقى فيرتيكال، والبريس بيبقى ايه؟ مايل، بيبقى مايل. لكن هم في الاخر لو جيت ترسم الشكل هتلاقي هو نفس الشكل، ليه 3 ابعاد، ليه كروس سيكشن اللي هو البي في البي في التي، وليه طول اللي هو الاي ال. لكن اذا هو في وضع افقي يبقى ايه؟ بيم، بنقول عليه بيم. البرنامج بيعتبره بيم، اذا هو في وضع راسي بيعتبره عمود، اذا هو في وضع مايل بيعتبره ايه؟ بريس. بريس طبعا انا هنا لان الطول كبير وكده، فاحنا ده الاليمنت، ده الاستراكشر الايه؟ اليمنت. يعني حتى ساعات ممكن اقطع الكاميرا كده لمجموعه من الايه؟ العناصر. يبقى ده مثلا اليمنت رقم واحد، مثلا ده الاليمنت رقم واحد، وبعديه الاليمنت رقم اتنين وتلاته واربعه وهكذا. لكن الجيومتري بقى، الجيومتري او الاوبجكت هنا بقى بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن لاين. هنا الجيومتري بتبقى عباره عن لاين. طبعا اللاين بيبقى ليه ستارت وليه اند، انما طبعا السيرفيس بيبقى مختلف شويه. السيرفيس بيبقى ليه ايه؟ 4 اركان بقى، مش ركنين او 3 لو هو مثلث، وبيبقى ليه 4 ايدجز، 4 ولو سيرفيس وكده. ف طبعا هنا لما اجي اتكلم بقى على اللاين، لما باجي اتكلم على اللاين انا قلت لي ستارت ولي اند عباره عن بوينت. فالبدايه بتاعت اللاين هتبقى عباره عن ايه؟ عن بوينت، والنهايه بتاعته برضو عباره عن ايه؟ بوينت. يبقى عندي اللاين بيوصل بين تو بوينتس، وده هو عباره عن الجيومتري بتاعت العناصر اللي هي البيمز والكالمز والبريس. انما السطح بقى اللي هو الاريا، السطح اللي هو الاريا ده عباره عن الجيومتري بتاعت الايه؟ بتاعت ده الجيومتري بتاعت البلاطات مثلا، او الحوائط لو عندي شير وول وكده. اللاين هو للبيمز والكالمز والبريس وانا قلت المجموعه دي كلها. هو في الاخر خالص بياخد المجموعه دي كلها وبيسميها ايه؟ بيعمل لها عنصر واحد يعني اسمه فريم اليمنت. وهنا فريم اليمنت مش معناه الفريم زي ما قلت، لا، معناها لاين اليمنت، معناها لاين ايه؟ اليمنت. انما البلاطات طبعا والشير وولز دي طبعا بيمثلها بايه؟ باريا. يعني يمكن لو برضو قارنا كده هتلاقي مثلا في البرنامج مثلا عندنا 3 احتمالات، زي ما كان في 3 احتمالات للخطوط، في 3 احتمالات للسطوح. يعني لو انا عندي مثلا بلاطة رأسية، بلاطة رأسية، البلاطة الرأسية ديت دي فيرتيكال، فالبرنامج بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها وول، بيعتبرها وول. ولو عندي بلاطة أفقية اللي هي البرنامج هيعتبرها ايه؟ هيعتبرها دي هوريزونتال، فالبرنامج بيعتبرها فلور، بيعتبرها ايه؟ فلور. ولو عندي بقى بلاطة مايلة، بلاطة مايلة زي بالظبط ما عملت مع اللاين، هعمل مع الايه؟ المساحات وكده. لو عندي بقى بلاطة مايلة فالبرنامج بيعتبرها هنا ايه؟ رامب، بيعتبرها رامب. لكن في صفة مشتركة في الأشكال الثلاثة دول، إن في بعد رأسي كبير اللي هو الاتش، وبعد أفقي برضو كبير اللي هو ال، لكن السيكنس هنا بقى هو الايه؟ الصغير. نفس القصة هنا، هنقول ايه هنا؟ ال اكس مثلا، ال واي سوري،
ال واي ومثلا ال اكس، وهنا ال تي اس مثلا صغيرة. نفس القصة في الرام، هنا مثلا الاثنين، هنا ال واحد وهنا اي حاجة بقى تي اتش، او لا بلاش اتش نخليها ايه برضو التي اس. في الثلاثة هتلاقي الاريا كبيرة، الاريا كبيرة، لكن السمك هو الايه اللي صغير. ففي الحالة ديت ممكن نمثل الايه المجموعة دي كلها الجيومتري بقى بتاعتها نمثلها بايه، نمثلها بأريا، نمثل كل دول بأريا. ده الجيومتري. يبقى الجيومتري للبلاطات والحوائط والرام هي عبارة عن أريا، وبالتالي بنقول عليها ايه، أريا أوبجكت. أريا ايه أوبجكت، أوبجكت شيء يعني، أو شكل هندسي على شكل أريا. وفي عندي بقى كمان قبل كده ايه اللاين ايه أوبجكت، وعندي كمان الثالث بقى والأخير اللي هو البوينت ايه، البوينت اوبجكت. يبقى الاوبجكتس او الاشياء اللي موجوده او الاشكال الهندسيه او الاوبجكت في الايتابس او في السيف مثلا، ليه ثلاث ايه، ليه ثلاث حالات، ليه ثلاث حالات، يا اما بوينت يا اما بوينت، ليه ثلاث اشكال يعني. الشكل الاولاني اللي هو ان هو يبقى بوينت، والشكل الثاني ان هو يبقى لاين، والشكل الثالث ان هو يبقى ايه اريا. فالاوبجكت ليه ثلاث اشكال، اما ان هو بوينت زي ما قلت، او لاين اوبجكت، او اريا ايه اوبجكت. اللاين اوبجكت، اللاين اوبجكت، طيب خلينا نرسم كده اللاين اوبجكت. يعني احنا خلاص قلنا الاوبجكت ثلاث انواع. اللاين اوبجكت لو انا اخدت اللاين اوبجكت اللي هو بقى البيمز والكلامز والقصص دي كلها، الريليز بتاعه بقى نوعه ايه، الريليز بتاعه الريليز اللي هو هيبقى اند ريليز. اند ريليز يبقى نوع الريليز في العناصر اللي هي من نوع اللاين اوبجكت يبقى هو الاند ايه ريليز. طيب لو انا بقى عندي عناصر من النوع الاخر اللي هو الاريا اوبجكت، عندي عناصر من النوع اللي هو ايه الاريا اوبجكت، يعني اوبجكت او شيء على شكل اريا، يبقى في الحاله ديت الريليز بقى هنا هيختلف، مش هيبقى ايه، مش هيبقى اند ريليز، لا ده هنا الريليز هيختلف. هيبقى عندي نوعين، عندي نوعين هم حاجة واحدة، بس هو عشان تيسير العمل قسمهم نوعين، نوع اسمه ايدج ريليز، ونوع تاني اسمه ايه، اسمه لاين ايه ريليز. كأنه بيقول ان انا لو شغال مع اريا يبقى الحدود بتاعي هي الايه، هي اللاينز، الحدود بتاعي هي ايه الايدجز او اللاينز اللي على الحدود الخارجية بتاعت الايه الاريا. انما لو انا شغال، لو انا شغال بقى لاين يبقى عندي ايه بوينتس، يبقى عندي بوينتس، يبقى عندي بوينتس، هعمل الريليز. يبقى اللاين الريليز بتاعته تتعمل عند الايه، تتعمل يعني لو عندي لاين كده يبقى الريليز تتعمل عند الايه، عند بوينت. واحنا بدل ما نسميها بوينت هنسميها ايه، هنسميها اند، يعني اند اند. انما بقى لو عندي اريا، لو عندي اريا بالشكل دوت، يبقى الريليز هيتعمل فين؟ يبقى الريليز في الحالة ديت هيتعمل عند الايه، عند الايدج. الريليز هيتعمل عند الايه الايدج، او هنسميه لاين سيان بقى، يعني عاوز تسميه ايدج تسميه لاين، لكن هو الاثنين في فرق بسيط هنشوفه، يمكن احنا شفناه قبل كده بس يعني هنحاول ان احنا ايه نراجعه تاني وكده. يعني هتخيل ان انا عندي بلاطة، بلاطة في سقف، ده عبارة عن بلان، ده عبارة عن بلان فيو، بلان في البلاطة يعني، ده عبارة عن بلان فيو. وطبعا انا مش حاطط اعمدة يعني، بس للتسهيل يعني عشان الامور ما تخشش في بعضيها وكده، او خلاص ممكن نحط بس اربع اعمدة كده مثلا، ادي عمود اتنين تلاتة اربعة، وبقية الاعمدة طبعا مش باينة على اساس ان ده جزء من البلان وكده. وده عبارة عن فلات بليت، ده عبارة عن بلاطة فلات طبعا، مفيش فيها دروب بانلز، ولا فيها
ولا فيها كلام نهد ولا فيها الاتنين مع بعض. طبعا لو فيها بقى دروب بانل او كلام نهد او الاتنين، ففي الحالة دي بقى ايه، دي بنقول عليها فلات ايه، فلات سلاب. انما فلات بليت، بليت يعني اول ما اقول فلات بليت يبقى عندي بليت افقي فلات، يعني طبيعته فلات، ما فيش فيه اي بقى ايه حاجة ساقطة او كده، لا هو كله فلات وكده. وهتخيل ان انا البلان دوت هعمله مساحتين، مساحتين هيبقى عندي اريا، اريا واحد اللي هي الاريا الكبيرة A1، وعندي اتنين، اتنين دي الاريا رقم ايه، اتنين. يعني انا عندي هنا الاوبجكتس في المسألة ديت، انا رسمت شكلين هندسيين اللي هم الاريا A1 والاريا A2، الاريا الكبيرة A1 والاريا الصغيرة A2. وتخيل ان انا ههشر يعني الاثنين عشان نفصل بينهم، يبقى معروف ان كل واحدة اريا، كأن في اريا اللي هي الكبيرة فيها نقص من النص، يعني ناقصة جزء اللي هو في الداخل، وفي اريا بقى تانية اللي هي جت في المكان اللي انا فرغته من الاريا ايه الكبير، يعني الاريا الكبيرة مفرغة يعني فيها فراغ، وقمت جاي حاطط في الفراغ ده يعني اريا اخرى اللي هي الايه الصغير، يعني اريا جوه ايه اريا، بحيث بيكملوا الايه الشكل، بحيث يبقى الشكل ايه كامل وكده. يعني طبعا انا بقى هنا الشغل بتاعي هيبقى مرتبط بالاريا رقم كام، الاريا رقم اتنين اللي هي لونها ايه بنفسجي وكده. انت بقى ايه القرار اللي انت عاوز تاخده بالنسبة للاريا اتنين؟ انت كل اللي عملته ان انت رسمت سطحين، سطح اصفر في فتحة في النص، ولتكن الفتحة دي مثلا هنقول مثلا ايه مثلا 3 متر في 3 متر، انت رسمت اريا صغيرة 3 في 3، وعندك بقى الاريا الكبيرة اللي هي بقية الايه السقف، يعني كل السقف اسمه اريا واحد ما عدا مين، ما عدا الاريا اتنين جزء منه في النص. فانا دلوقتي عندي احتمالات كتيرة. الاحتمال الاول مثلا، الاحتمال الاول عندي مثلا الاحتمال الاول هقول اوبشنز، يعني رقم واحد ان انا اعملها اوبننج، ان انا في بعض الدور من الادوار عاوز اشيل الاريا 2 دي خالص كانها مش موجوده، ويبقى مكانها ايه مكانها ايه اوبننج، مكانها فراغ، مكانها فراغ. وبالتالي انا في الحاله دي بقى لو رسمت البلاطه هيبقى البلاطه بالشكل دوت كده، بلاطه وفيها ايه وفيها وفيها فتحه، بلاطه وفيها ايه فتحه فيها فراغ. ده الاحتمال الاولاني ان انا اعمل فراغ جوه البلاطه الكبيره، يعني الغي اعمل كات، اعمل كات بقى هنا، اعمل كات، اعمل كات للايه اتنين على الحدود بتاعها على الاضلاع. يعني لو انا سميت الاضلاع مثلا A B C D، فلما تبقى اوبننج يبقى معناها ان انا هعمل ايه كات، هعمل كات للاريا على الحدود A B C D، يعني اجي على اللاين A بي واللاين بي سي واللاين سي دي والدي اي، واقطع اقطع اقطع اعمل كات، كان بالظبط عامل زي بيقولوا ايه اكسبانشن ايه جوينت، كاني عملت اكسبانشن جوينت، فهفصل الاثنين عن بعض دوت. دي احتمال يعني او اختيار ممكن يقابلك في الواقع. الاختيار الثاني ان انا اخليها ايه اسقطها، يعني اسقط البلاطه ديت، يعني اخليها ايه دروب، يعني مثلا عندي حمام مثلا او لظروف ما عاوز البلاطه تبقى ساقطه، تبقى ايه نازله، منسوبها يبقى غير منسوب البلاطه الايه الصفراء. ففي الحاله ديت يعني هيبقى عندي منسوبين، يعني لو انا رسمت البلاطه هرسم ايه، يعني خلينا نتحرك شويه عشان المكان بس ما يبقاش ضيق. هنروح للاوبشن الثاني اللي هو
زي ما قلت هتبقى البلاطة اللي هي دروب دي، اللي هي مين، اللي هي الايه الايه اتنين، هتبقى دروب. ففي الحاله ديت لو انا برسم كده هلاقي ديت الايه اتنين ودي الايه واحد مثلا، وهلاقي المناسيب اختلفت، فهلاقي هنا منسوب مثلا ثلاثة، منسوب ثلاثة ده منسوب، وهلاقي مثلا في البلاطة التانية دي منسوب تاني مثلا سي مثلا ايه اتنين ونص، اتنين ونص. طبعا في الحالة ديت لو انت بتاخد سيكشن هتلاقي البلاطة الكبيرة اللي هي الصفراء فوق، وبعدين بتنزل وبعدين بترجع تطلع تاني، يبقى هو ده الايه الفراغ. طبعا الفراغ ده هيبقى مثلا 3 في 3، هيبقى 3 متر في 3 متر، وانا قطعته كده يعني. طبعا انت لما بتقطع بقى بتيجي ترسم الاسقاط وكده، انت بتبص من تحت، يعني بتبص من تحت، فهيبان لك في خطوط هتبان يعني عدلة، اللي هي الخطوط البعيدة اللي هي عند النقط اللي انا حددتها، وطبعا في خطوط تانية هتبان دوتد اللي هي ايه الداخلية، اللي هي على الابعاد اللي هي 3 في كام، 3 في ايه في 3، اللي هي 3 في 3. يبقى دوت عبارة عن ايه، عبارة عن بلان، ده عبارة عن بلان، وده عبارة عن ايه، عبارة عن سيكشن. فده احتمال تاني ان انا اسقط الايه البلاطة. في احتمال ثالث ان انا اسيب البلاطتين مع بعض. الاحتمال الثالث بقى ان يبقى عندي ايه اللي هو يبقى السيم ايه السيم ليفل، السيم ليفل. يبقى في الحاله ديت خلاص كان ما عادش في بلاطه اللي هي الاثنين، كان الاثنين بقى ايه تحصيل حاصل، يعني ايه حاجه كده دوتد يعني مش موجوده. وفي الحاله ديت هضطر بقى ايه في الحاله ديت ان انا ايه اهشر، او يبقى كله بنفس اللون بقى، يبقى ما عادش لونين، يبقى في الحاله دي كل البلاطه بقى لونها ايه اصفر بقى. ليه؟ خلاص ما هي الاثنين في نفس المستوى والاثنين لهم نفس السمك ديت واحد سمكها مثلا زي ايه اتنين، فاعتبرتهم بلاطه واحده فلات بنفس الايه السمك. لكن طبعا لما انا هعمل الدروب طبعا برضه هيبقى عندي في لونين، لان دي في منسوب ودي في منسوب، فبيبقوا من الاثنين يعني مش حاجة واحدة، لا الاثنين مختلفين وكده، فهبدي لكل واحدة ايه لون وكده يعني. فده لون اخضر معناها ان هي في منسوب منخفض او مختلف عن منسوب البلاطة اللي فوق. انا بقى ممكن اعمل الحاجات دي كلها بسهولة يعني، عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو الريليز، عن طريق الريليز. فطبعا بالنسبة للريليز هنا بقى ايه، اصبح الريليز هنا بقى مختلف بقى. هنا الريليز هيبقى عندي النوعين اللي هم بتوع الاريا اوبجكت، بتوع الاريا ايه اوبجكت، وليس بتاع اللاين. هنا الريليز الاولاني اللي هو الايدج، والريليز الثاني اللي هو ايه اللي هو اللاين. يبقى عندي ايدج ريليز ولاين ريليز. الريليز هيبقى في الغالب في البلاطات هيبقى عندي الدي واي والايه والسيتا، الدي واي والسيتا. فالدي واي يعني معناها ان انا بتخلص من الايه من الشير، لما اعمل ريليز في اتجاه الدي واي يبقى ما فيش تحميل، يبقى ما فيش حاجه محمله على حاجه، ولما اعمل ريليز في اتجاه الثيتا يبقى انا بتخلص من الايه من المومنت. ولو عملت الريليز للاثنين يعني قلت بقى هنا مثلا اور، هقول اور الدي واي اور ايه الثيتا يعني. لو عملت ريليز للمومنت يبقى المومنت هيبقى بزيرو وبزيرو، يبقى في بدايه القطعه اللي هي الاي 2 يبقى المومنت في بدايتها بزيرو وفي نهايتها بايه بزيرو. طب لو عملت ريليز للشير يبقى في الحاله ديت كانه شير هنج، تبقى ما فيش تحميل، يبقى ما بتحملش بقى يعني البلاطة ايه اتنين هنا مش محملة على البلاطة ايه واحد. ليه؟ لان انت قطعت التحميل بانك سمحت بالحركة الرأسية، فلما تسمح بالحركة الرأسية يبقى الشير بيساوي زيرو هنا وهنا. لما هتسمح بالروتيشن، لما هتسمح بالروتيشن اللي هو السيتا، لما هتسمح بالروتيشن اللي هو السيتا، هنا كانت دي واي
بقت فري، الثيتا بقت فري، فيبقى في الحاله ديت المومنت هنا بكام؟ المومنت بيساوي زيرو، يبقى هتتخلص ايه من المومنت. لكن افرض ان انت مثلا في مساله هتسمح بالاثنين، يعني هتقول الدي واي، هعمل ريليز للدي واي زائد الايه؟ زائد الثيتا، يبقى هعمل ريليز للدي واي والثيتا. يبقى في الحاله ديت يبقى انت اتخلصت من الشير وتخلصت من المومنت، يبقى في الحاله ديت بنسميه بقى ايه؟ كات. يبقى انت عملت كات، قطعت الاثنين، قطعت الاثنين من ايه؟ من بعض، قطعت الاثنين من بعض. فالجزء الاولاني اللي انت بتقول فيه ان انا عاوز اول اوبشن ان انت عاوزها اوبننج، عاوزها اوبننج، ففي الحاله ديت لو انا عاوزها اوبننج يبقى معناها ان انا هعمل كات، هعمل كات. طب اعمل ايه؟ يبقى هاجي على الحدود الاربعه، الحدود الاربعه اللي هي بقى ايه؟ الحدود الاربعه اللي هي الاي بي والبي سي والسي دي والدي اي، هاجي على الحدود الاربعه دول واعمل ريليز لايه بقى؟ واعمل ريليز للدي واي اند وليس اور بقى ايه؟ السيتا. فهعمل ريليز للاربعه، والاربعه هيتعمل لهم ريليز زي بعض، يعني هاجي على الاربع اضلاع واعمل نفس الشيء، هكرره اربع مرات. معقول بقى هقعد انفذ الامر اربع مرات؟ قالوا لا، ده احنا ممكن ننفذ الامر مره واحده طالما انك بتعمل نفس الشيء نفس الشيء. وهو ده بقى ما اللي بيحصل في الامر ايدج. فهنا الايدج لما بتختار الايدج ريليز معناها ان بيبقى عندك اريا اوبجكت، اريا اوبجكت ليها اربعه ايدجز، ده الايدج رقم واحد، وده الايدج رقم اثنين، وده الايدج رقم 3، وده الايدج رقم 4. فلو انت هتعمل نفس الشيء اللي هو هتعمل، عاوز اعمل اكسبانشن جوينت، اعمل اكسبانشن جوينت، او بمعنى تاني عاوز اعمل كات، اقطع من حاجه من حاجه، والكلام ده هيتعمل على الاول ايدجز، all edges. فبدل ما اعمله على الاول ايدجز اربع مرات متتاليه، طب ما انا ممكن اعملهم ايه؟ مره واحده. فعشان الكلام ده يبقى مره واحده، يعني في اجراء واحد او في عمليه واحده، فده بيتم بقى من خلال الامر اللي هو الايه؟ الايدج ريليز. فالايدج ريليز بتختار انت ايه في الحاله ديت، يعني عشان تعمل الامر ده يبقى بتعمل سيلكت لمين؟ سيلكت لاريا اوبجكت اللي هو مين بقى هنا في المساله؟ اللي هو ايه؟ الاي 2. بتعمل له سيلكت، بتختار الاوبجكت وبعدين بتنفذ عليه الامر اللي هو الايه؟ الايدج ريليز. هو هنا هينفذ الريليز على الايدجز الاربعه، على الاربعه لاينز الحدود. طبعا الايدج ده ما انا ممكن اسميه لاين واحد، وده اسميه لاين ايه؟ لاين اثنين، وده لاين ثلاثه، وده لاين ايه؟ اربعه. يعني انا هعمل نفس العمل في نفس المره على الاربعه، بس هنا بقى انت مجبر، لان اول ما هتقول ايدج ريليز هو هينفذ على الاربعه، مش هينفذ على ناحيه واحده ولا اتنين ولا تلاته، لا هينفذ على الاربعه. وانت عاوز تعمل كات، فتروح للبرنامج وتختار الامر اللي هو الايدج ريليز، وبعدين تقوم قايل له ايه؟ حط اعمل ريليز للسيتا وريليز للدي واي الاثنين مع بعض، يبقى زائد. يبقى في الحاله ديت هيقوم يسمح بالاثنين، فبالتالي هيتخلص من المومنت والشير، فبالتالي ما عادش في اتصال ما بين الاريا واحد والاريا اثنين، وبالتالي انا حولت بقى، قطعت، عملت كات كانه اصبح منور، مسقط نور كده وخلاص، وما عادش بقى في تحميل ما بين الايه؟ واحد والاثنين. الكلام ده ممكن يقابلني برضو في الطبيعه، مش لازم منور، يعني ممكن يقابلني في الطبيعه مثلا عند السلم. يعني لو انا عندي مثلا سلم، لو خدت مساله بلان مثلا، والبلان ده فيه سلم مثلا، وهنشوف ايه اللي هيحصل عند السلم، لان السلم ده بيبقى حاجه برضو ايه؟ يعني مشهوره شويه وكده يعني. فلو انا تخيلت، او بلاش ناخد المساله دي، ناخد مساله يعني يكون السلم في وسط
البلان وكده يعني. هتخيل ان انا عندي بلان برضو كبير كده، وده جزء منه، ده عبارة عن بلان فيو، ده حتة من مسألة كده يعني، من بلان فلات. وبعدين هتخيل ان في هنا مثلا شير وول مثلا كده، دي شير وول، وهتخيل في الناحية التانية ان في مثلا شير وول تانية، مثلا شير وول اخرى، وبعدين راكب على التو شير وولز دول، راكب عليهم ايه؟ راكب عليهم السلم. وهعتبر ان السلم دوت عبارة عن يعني من النوع اللي هو الايه، قلبتين بس، قلبتين، مش 3 قلبات او 4 قلبات. طبعا مش مهم بقى عدد الدرج، قليل، مش قصتنا دلوقتي يعني، وبس مجرد انديكيشن للايه، للسلم، وده الدرج في الناحية ايه التانية. البلاطة هنا، البلاطة هنا لو انا بتهشر بقى عشان تشوف المناسيب وكده، فالبلاطة دي كلها هتبقى في منسوب واحد اللي هو منسوب الدور، وبعدين ده كله على العالي، ده كله منسوب الدور. السلم بقى موقفه ايه؟ لا، السلم بقى في جزء هيبقى في نص الدور وجزء في منسوب الدور. فالجزء اللي في نص الدور او في منسوب الدور هنعمله اصفر، لان ده قدام باب الشقة يعني. يعني كأن الشقة في شقتين مثلا او كده، في باب هنا وفي باب هنا، وانا كده عندي باب الشقة. طب الجزء الباقي دوت اللي هو انا هعمله اخضر، ده عبارة عن ايه بقى؟ ده عبارة عن بقية السلم، بقية السلم. طب ليه هشرت الجزء ده باللون الأخضر؟ طبعا انت لو اخدت سيكشن في السلم، لو اخدت سيكشن مثلا اكس 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 مثلا، لو اخدت سيكشن اكس اكس، هتلاقي ايه في السيكشن دوت؟ هتلاقي على الشمال في بلاطة، وبعدين نازل منها ايه، شيرول، والشيرول دي طالعة ومكملة، وبعدين هلاقي البسطة بتاعت السلم، وبعدين هلاقي القلبة، وبعدين البسطة اللي في نص الدور، وبعدين الشرول اللي هي الناحية التانية، وبعدين هلاقي برضو هنا ايه، السقف برضو موجود، اللي هو بقية الايه، البلاطة موجودة في الناحية التانية. فهو ده كده عبارة عن سيكشن، ده سيكشن اكس اكس، ده سيكشن اكس اكس. ايه اللي حصل؟ لو انا بقى بهشر البلاطه اللي لونها اصفر، هتلاقي الجزء ده كله في منسوب واحد، والجزء ده ايضا في منسوب واحد، دي البلاطه. طيب بقيه السلم بقى بدا يحصل له ايه؟ بقيه السلم بدا ينزل عن المستوى، ما هواش واقع في مستوى الايه، البلاطه. ده مستوى البلاطه هو ده الليفل بتاع البلاطه، وده ليفل البلاطه، ولو مشيت كده بخط منقط كده يبقى ايه، ده الليفل بتاع البلاطه دي، ده البلاطه يعني، لو هي الجزء اللي في الخلف يعني، اللي بعد السلم وكده. اذا السلم ما هوش في منسوب السقف، ده هو منسوب ومنخفض عن السقف. ففي الحاله ده هي لازم يتلون بلون تاني، لان لو بتحط بقى مناسيب، لو بتحط مناسيب هيبقى هنا في منسوب السقف، هو نفسي المنسوب دوت هو ده، لكن الاخضر ده منسوب اخر، في القلبه مايله وفي البسطه اللي تحت على منسوب ايه، منخفض. يعني لو دي مثلا 3 متر منسوب السقف، فممكن تلاقي ده مثلا منسوب متر ونص، اللي هو نص الدور، نص الدور. طبعا السلم بيبقى ليه باقي يعني، بس احنا مش بصدد بقى الكلام ده، السلم طبعا ليه قلبة تانية نازلة وكده. لكن هي الفكرة هنا ايه، ان انا عاوز اعمل حاجة يعني، عاوز انفذ حاجة يعني. الحاجة دي عبارة عن ايه؟ انا هنا عاوز احل المسألة ونفذ يعني، ارسم السلم في المسألة افقي، مش هرسمه مايل وفي مناسيب وكده، لا، ده انا عاوز ارسم السلم افقي. بس هو الجزء بتاع السلم اللي هو منخفض، اللي هو مش ماشي مع الاصفر اللي هو الاخضر، هديله مثلا رموز كده، يبقى من اول ايه مثلا، هيبقى عندنا هنا اولي هنا هو الايه، وهنا البي، وبعدين هنا السي، وهنا الايه الدي، وهنا البي. فالاريا اللي هي اي بي سي دي انا عاوز ارسمها افقية في نفس المستوى بتاع البلاطة اللي لونها اصفر. فيبقى في الحالة ديت انا هرسم في السقف ده هو، هرسم ايه، هرسم
هرسم سطحين يعني. السطح الاولاني اللي هو لونه اخضر، السطح دوت هيبقى هو عبارة عن ايه، الجزء اللي هو بتاع السلم باستثناء الايه، باستثناء البسطة اللي قدام باب الشقة، يبقى الجزء ده كده اللي هو السلم بقى. بس مش هعمل فيه بقى ايه درج ولا حاجة، لان هو خلاص انا هرسمه كأنه اريا ايه افقية، كأنه اريا افقية. وطبعا هسميه برضو بنفس الايه المسميات، هسميه بنفس المسميات، يبقى ايه بي سي بي سي دي، واسميها الاريا رقم كام؟ 2. واقوم ارسم بقيه السقف بقى اللي هو ايه البلاطه اللي فوق، ارسمها باللون الاصفر واسميها ايه اريا 1. زي بقى المساله اللي خدناها من شويتين، هي نفس القصه، عندي 2 اريا، واريا منهم في منسوب واريا في منسوب تاني، والاريا اللي لونها خضرة دي الاريا بتاعت الايه السلم، والاريا التانية بتاعت البلاطة، وهنسميها ايه ايه 1. طيب وانا مش هرسم بقى مايل وافقي وعالي وواطي وكده، لا، هرسم ايه 1 وايه 2 في نفس الايه الليفل في برنامج الايه في برنامج ايه السيف. بس طبعا لما ترسمهم في مستوى واحد هيبقى في اتصال، هيبقى في مومنت متصل، والبلاطه اللي هي الايه 2 بقى هتقوم تحمل على البلاطه الصفراء على اللاين اي بي، وهتحمل برضو عليها على اللاين ايه سي دي، وهيبقى في استمرارية بينهم عند اللاين بي سي. فده غلط، وان هي تحمل على البلاطة الصفراء عند الاي بي غلط، وان هي تحمل عليها عند السي دي او الدي سي غلط. لكن صح ان هي تحمل عليها فين؟ تحمل عليها عند الجزء اللي هو ايه اللي هو اي بي اي دي اي دي، هما متصلين عند الاي دي. يعني لو بصيت عند الاي دي هتلاقيهم فعلا الاثنين في نفس المستوى ده اللي هو عند الايه والدي. لكن اي بي لا، دي في مستوى ودي في مستوى، والدي سي كذلك. وكمان ما فيش عند البي سي استمرارية، ما فيش عند البي سي استمرارية. فأنا طبعا عشان أعمل المسألة وأحلها البلاطات كلها في نفس المستوى وما يبقاش في مشكلة، يبقى أنا محتاج في الحالة دي إن أنا أعمل كات، أو ما يعرف بالإكسبانشن جوينت. فين بقى تقدر تجاوب؟ عاوز اعمل اكسبانشن جوينت بتوين الاي 1 اند الاي 2. الاكسبانشن جوينت هعملها فين؟ يبقى اعملها عند الخط اي بي، عند الخط اي بي والخط اي دي سي والخط دي سي. طيب يبقى تمام كده، يبقى انا قطعت البلاطة 2 من البلاطة اي 1 عند الخط اي بي والخط دي سي، قطع كامل كات. وعشان طبعا يبقى كات، يبقى في الحالة ديت لازم اعمل ريليز لمين بقى؟ خلاص عشان يبقى كات يبقى لازم نعمل ريليز لحاجتين اللي هما الدي واي زائد الاي الثيتا، اطير المومنت واطير الايه الشير. انا كده عملت كات جميل قوي، اتخلصت من الايه اللي هي تحمل على الاي بي او تبقى متصله مع البلاطه في اي بي ودي سي. ليه؟ لان هي البلاطه ديت بطبيعتها هي وان واي، وان واي بس في الاتجاه اللي هو الايه الافقي، ما هياش تو واي عشان تدي في الاتجاه الرأسي، لا هي هتدي في الاتجاه الافقي فقط. فعشان تدي فانا قطعتها عند الاي بي وعند الايه الدي سي. طيب ما في حاجه كمان، ما انا عاوزها كمان عند الدي سي المنسوب مختلف، ما هياش في منسوب البلاطة، ما هياش في منسوب البلاطة اللي هي ايه اللي هي الصفرة. يعني انت من شوية لما رسمت القطاع، لما رسمت القطاع انا رسمت الحيطة اهوت الشير وول، ورسمت البلاطة العالية، وبعدين السلم هنا هيبقى بلاطته منخفضة، وبعدين طلعت بالايه بالقلبة وكده. فاذا هي هنا في منسوب، دي طبعا عبارة عن الايه الشير وول، وديت عبارة عن الايه السلاب، ودي عبارة عن الايه القلبة اللي هي دي الفلايت، ودي عبارة عن الايه البسطة بتاع الايه السلم. فهي في منسوب منخفض، ما هياش في نفس الايه المنسوب ده، منسوب واللي فوق ده منسوب تاني. وبعدين انا هنا ممكن بقى محتاج بقى هنا اعمل للبلاطة ايه، اعمل هنا ريليز
ريليز لايه بقى؟ اعمل هنا محتاج اعمل ريليز عشان المومنت يبقى فيها بزيرو. يعني لو انا برسم البلاطه كده بتاع السلم هعتبر ان ده هنج مثلا، وانا عاوز ارسم الدياجرام بتاع المومنت فانا عاوزه يبتدي منين؟ من الزيرو، فيبقى كله ايه؟ بوزيتيف كده، وبعدين ينقل بقى ايه؟ الناحيه الثانيه، وانا قاطع طبعا فمش مش هكمل. فده بقى البندنج مومنت دياجرام على السلم، فانا عاوزه يبقى في البدايه يبقى ايه؟ زيرو. طب وشويه النيجاتيف، خلاص ما احنا اتعودنا بقى وعرفنا قصه النيجاتيف ان احنا هنرجع نضيف اللي هو دبليو في ال تربيع على كام؟ على 24. ففي الحاله ديت انا عاوز كمان اعمل ريليز للبلاطه ايه 2، يبقى انا هعمل ريليز 4 مين بقى؟ 4 ال A 2 at اللاين بقى، اللاين اللي هو مين؟ اللي هو بي سي. طيب جميل. او الريليز ده عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن الايه؟ السيتا اونلي، السيتا اونلي، وبالتالي هطير مين؟ هطير المومنت. هنا بقى هتلاحظ حاجه، هتلاحظ شيء مختلف عن الحاله الاولانيه، ان انت هنا عملت ريليز مختلف، يعني مش على الاربعه ايدجز. الريليز هنا مش على الاربعه ايدجز، ده انت عملت ريليز مره على الاي بي، مره على الاي بي والدي سي مره تانية، ورجعت عملت ايه مره ثالثه عند مين؟ عند الاي البي سي. فيعني الايدج الرابع اللي هو الاي دي، اللي هو الاي دي انا ما عملتش عند الاي دي حاجه، لا ده انا عملت عند البي سي ومنعت السيتا بس، وعملت عند الاي بي والدي سي ومنعت حاجتين، السيتا والايه والشير، يعني الدي واي. فهنا بقى ما ينفعش الامر ايه، ما عادش ينفع بقى الامر اللي هو الايدج، لا ده في الحاله دي بقى هنضطر نعمل الريليز بما يعرف ب ما يعرف باللاين، اللاين ايه ريليز، باللاين ريليز. هنا بقى هيبقى ايه؟ اللاين اللاين ريليز غير الايدج ريليز. الايدج ريليز بيحتاج انك تعمل على الاربعه في نفس المره نفس الايه الشيء، لكن هنا طبعا الوضع مختلف. فانا لو رسمت المساله تاني، وده الشير وول، وده السلم، وده السلم، والجزء ده هو اللي فيه المنخفض اللي فيه البسطة الوسطانية والدرج، الجزء الأخضر دوت هو المنخفض، ده الجزء المنخفض، وكنا مسميينه A B C D. فأنا عندي كام لاين بقى؟ أنا هكتب هنا اللاين، اللاين يبقى عندي A B وبعدين D C وبعدين بي سي. انا كده بختار، يعني بعمل جدول كده، وبعدين هاجي بقى اعمل ايه؟ نوع الريليز، يعني هعمل خانه كده واقول هنا ايه الريليز، وطبعا الريليز هنا نوعه ايه؟ نوعه لاين بقى ريليز، مش ايدج ريليز. الريليز هنا هقسمه ايه؟ نصين، هقوم قايل دي واي واقول ايه؟ واقول ايه ثيتا واقول سيتا. طيب نيجي بقى لللاين اي بي، اللاين اي بي هنعمل ريليز فين بقى؟ هنعمل فيه الدي واي والثيتا، يبقى ده نوعه ايه؟ كات او اكسبانشن جوين، والتاني زيه برضو، والتاني زيه هيبقى برضو ريليز للدي واي والثيتا، ويبقى ده ايه؟ كات. انما الاخير بقى هعمل ريليز لايه؟ للثيتا فقط، فده مش هيبقى كات طبعا، ده هيبقى ايه؟ المومنت هو اللي ايه؟ اللي بزيرو كده. ويبقى كده انا ايه؟ يعني حددت يعني الاجزاء اللي انا محتاجها، يعني انا محتاج سيتا ودي واي، ولا محتاج واحد منهم بس وكده. هنا بقى بتقابلني مشكله في اللاين ريليز، في اللاين ريليز، يعني ممكن نوضح المشكله ديت لو انا خدت ايه مساله يعني بسيطه كده. هتخيل ان انا عندي بلاطتين كده، او اريا واحد واريا اتنين، وده الفاصل اللي بينهم، ديت اريا اتنين وديت اريا ايه واحد، وهفترض طبعا ان في فرق في المنسوب، يعني ده كده الفرق في المنسوب،
اريا واحد منخفضة، منسوبها منخفض عن الاريا، والخط الفاصل بينهم هسميه اي بي. فانا عاوز البلاطة مثلا اي واحد، مثلا محتاج ان الاي واحد افصل المومنت بتاعها اخليها سامبل، يعني اخليها سامبل، والبلاطه التانية برضو اخليها سامبل. يعني دلوقتي بقى عندي مفيش استمراريه، يعني اصبح عندي في مثلا كاميرا مثلا ضخمه، هي اللي هي بتفصل بينهم، دي عباره عن كاميرا، وفي بلاطه فوق على اليمين وفي بلاطه تحت على الشمال. فالبلاطه اللي فوق هيبقى السيستم بتاعها ان هي هتبتدي بسيمبل من ناحيه الشمال وبعدين بوزيتيف مومنت، والبلاطه التانيه برضو يعني نفس القصه بس العكس، هتبتدي سيمبل على اليمين وبعدين المومنت بوزيتيف. وقلنا بقى شويه النيجاتيف، خلاص احنا مش عاوزين نقعد نعيد كل شويه قصه النيجاتيف اللي هو دبليو اف ال سكوير على كام؟ على 24، ده خلاص. فانا هنا بقى ايه الوضع ده مختلف عن ان كانت المساله من الاول كانت تبقى كده، يعني الالتقاء بينهم كانه تي سيكشن، فهنا هيبقى في ايه، في استمراريه، المومنت بوزيتيف نيجاتيف طبعا هنا ايه مستمر، لكن طبعا الوضع دلوقتي اتغير. فانا دلوقتي محتاج اعمل ريليز على اليمين، يمين البلاطه ايه واحد، وعلى شمال البلاطه ايه اتنين. فعشان اعمل الريليز دوت هختار بقى هنا بقى، ما بختارش ايه، ما بعملش سيلكت للاريا، لا انا بعمل سيلكت لللاين، بعمل سيلكت لللاين. فباجي اختار اللاين اللي هو بيفصل بين البلاطتين، فبعمل هنا بقى ايه في البرنامج، بقوم عامل سيلكت، سيلكت لمين؟ لللاين، انهو لاين؟ اللي هو اي بي. وبعدين بقى ايه البرنامج بيبقى يسألني انت هتعمل ريليز ريليز لمين؟ ده رقم واحد، هتعمل ريليز ريليز لايه؟ هقول له للسيتا عشان اخلي المومنت بزيرو في الناحيتين. بس يرجع يسالني بقى سؤال تاني مهم، يقول لي رايت رايت ولا ايه ولا ليفت، يعني انت هتعمل ريليز للبلاطه او الاريا ايه واحد، تبقى اختار ليفت، هتعمل ريليز للاريا اتنين يبقى اختار ايه رايت. طب هو بيعرف الليفت والرايت ازاي؟ على حسب بقى اتجاه الخط، على حسب اتجاه الخط. لو البرنامج شايف الخط عنده كده بيتقرا عنده من فوق لتحت، من فوق لتحت، يعني لو هو الخط اي بي بيتقرا كده من فوق لتحت، يبقى كانك انت واقف عند ايه ورايح عند البي، يبقى الناحيه ديت هي الايه الرايت بتاعك، وديت هي الايه الليفت. ولو عكسنا، لو البرنامج قاري بيقرا الخط اي بي دوت بيقراه العكس، يعني بيقرا ان بي هي الاولانيه وايه هي التانية، ويبقى عنده كده، يبقى انا كاني واقف عند البي وبتحرك كده في اتجاه الاي، فيبقى الرايت بتاعي هو يميني اللي هو فعلا على اليمين، والليفت يبقى ايه الناحيه التانية. طيب لو انا مش عارف وجيت اعمل مساله ولقيته عمل غلط، اعمل اندو وارجع بقى اقلب الرايت ليفت والليفت ايه رايت. هتخيل ان انا عندي مسألة وفي جزء في بلان، يعني اللي هو على الشمال دوت، وفي جزء اللي هو المتخفض يعني اللي هو في النص دوت، حتى انا ممكن اخد فيه سيكشن يوضح كده. فلو دي البلاطة اللي فوق وبعدين هنزل وبعدين ارجع اطلع تاني، ودي برضو نفس الشكل من الناحية التانية وكده. هنا في المسألة دي هتحس ان الجزء المتخفض ده جزء في وسط البلاطة، هنا انت ما تقدرش تعمل بقى ريليز خالص، اي نوع من الريليز ما ينفعش، لان هنا الريليز يعني الجزء اللي في النص ده يعني لما هيتفصل هيبقى مرتكز على ايه؟ لا هنا البلاطة مستمرة، هنا مفيش بقى ريليز، يعني الريليز هنا يعني ملوش معنى وكده، لا انا بعتبر البلاطة بتاعتي هي بلاطة مستمرة بس مكسرة، بس مكسرة. ويمكن الشكل ده احنا كنا اخدناه لما كنا بندرس الديتيلنج بتاع الحديد، فانا هعتبر ان هي البلاطه بلاطه كانت عدله بس اتكسرت، حصل هنا ايه مثلا زي ما بنقول ايه ابرابت ايه ابرابت تشينج في الايه
في الدايركشن، حصل ابرابت تشينج في الدايركشن، لكن هي مستمره، هي مستمره. فهنا بقى الريليز ايه ملوش معنى، هنا ما ينفعش تعمل ايه ريليز، لا الريليز هنا انا هشطب على الايه، على الريليز، ممنوع هنا تعمل ايه الريليز. طب احل ازاي بقى في الحاله ديت؟ انا لو سميت المساله البلاطه اللي فوق A1 والبلاطه اللي جوه A2، فانا هرسم البلاطتين. هو الصح ان انا ارسم كل واحده في مستوى، ارسم كل واحده فين في مستوى، يعني يبقى في بلاطة فوق وبلاطة تانية تحت، وارسم دي في ليفل ودي في ليفل، والبرنامج اصلا طالما ما اديتلوش ريليز هيرجع يوصل ايه بينهم ويعتبرهم فعلا ايه مستمرين، ما هماش قطعتين منفصلين وكده. فانا اريح لي ان انا اعملهم بلاطه واحده بس، اللي فوق دي هسميها A1 والتانية هسميها A2، وأحلهم كأنهم بلاطة أفقية واحدة مستمرة، ويطلع المومنت مستمر وكل حاجة مستمرة. لكن ده مخالف شوية للواقع، هو كحل ما فيش مشكلة، لكن كرسم طبعا مختلف، وخاصة لو أنت بقى إيه بتستخدم في حاجة في السيف اسمها إيه ديتيلينج، يعني في إمكانية إن البرنامج يعمل إيه ديتيلينج. فلو أنت قلت للبرنامج اعمل ديتيلينج وانت شغال ان هم في مستوى واحد، فالبرنامج هيطلع الاتنين في مستوى واحد، وده طبعا غير الايه، غير الحقيقة ان هم الاتنين في مستويين ايه مختلفين. طيب انا عاوز احلهم في مستوى واحد، لكن هو يرسم الرسمة بتاعته كأنهم في مستويين، او يحلهم برضو في مستويين، فبعمل بقى حاجة تانية بقى هنا، مش بعمل ريليز، لا ده انا بعمل حاجة اسمها ايه اوفسيت. اوفست ان انا ايه بس انزل كل واحده في المنسوب بتاعها. وانا عندي طبعا في السيف هو بيعتبر ان الديتم بتاعه، الديتم في السيف بيساوي التوب اوف ايه، التوب اوف سلاب، يعني برنامج السيف بيعتبر ان التوب بتاع البلاطه هو الديتم بتاعه. فخلاص انا عندي ادا توب للبلاطه اللي فوق، وعندي توب للبلاطه اللي تحت، او ما اجيب الفرق بينهم واعمل اوفست بالايه بالنيجاتيف، اوفست باشاره ايه نيجاتيف، اوفست بالايه بالسالب وكده يعني. فلو انا اديت له الاوفست اللي هو بالسالب، خلاص هو هيشوفهم في مستويين، لكن هيتعامل معاهم على انهم بلاطه مستمره، لكن ايه مكسره، ما هياش بلاطه ايه عادله، لا بلاطه ايه مكسره. وانا في الغالب يعني مش بستخدم بقى الديتيلينج، ومش بحتاج ارسم او اعمل الديتيلينج بالسيف، فانا مش محتاج اعمل الاوفست، وبالتالي انا ممكن ارسم الاريا واحد والاريا اتنين ارسمهم في نفس المستوى وخلاص. ولكن لما اجي بقى ارسم اللوح بتاعتي واعمل الديتيلز، ارجع بقى للكلام اللي كنا قلناه في الشابتر بتاع الديتيلينج، ان انا ارسم الشكل مظبوط كده، وابدا ارص الحديد بقى واعمل المقص والفيرست بار والقصص دي، او احل المساله دي الجزء ده بالاسترات انتاي ايه موديل، يعني ممكن الحته دي اتغلب عليها بالاسترات انتاي ايه موديل، بنظريه الاسترات انتاي ايه موديل سيان بقى. لكن زي ما قلت كده، هنا في مشكله ان البلاطه اللي في النص دي يعني لو فصلتها بالريليز مش متحمله على حاجه. لكن في مثال تاني بقى ممكن اعمل فيه الريليز، وده اخدناه قبل كده، ان يبقى عندي مثلا اربع اعمده، يكون عندي اربع اعمده ويبقى في كمر راكب على الاعمده، وفي الحاله ديت ايه البلاطه اللي في النص ديت منخفضه، فانا ممكن في الحاله ديت لو عملت ريليز يمشي مفيش مشكله، ولو ما عملتش ريليز يعني انا ممكن اتعامل مع البلاطه دي بطريقتين، ممكن اعتبر ان في بلاطه على العالي ثم كاميرا ثم كاميرا ثم بلاطه على الايه المنخفض، ودي اللي لسه قايلينها من شويه، وهنا اعمل ايه اعمل ريليز، اعمل ايه ريليز يمشي الحال. في حل تاني ان انا ممكن، لا ممكن اعتبر ان الكاميرا ديت كانها هي التغير الفجائي، ان انا كنت فوق وبعدين هنزل تحت وكده، ففي ابربت تشينج، واحل المساله برضو على انها بلاطه فيها كسره، وما حلهاش بقى على انها سيمبل وسيمبل وكده، فده بيرجع لي وكده. يعني هنكتفي طبعا بالجزء دوت، وهنقفل بقى موضوع الريليز والريسترينت والريستريكشن
او الريسترين والكونسترين، ويعني اعتقد كده يعني احنا يعني اتكلمنا بما فيه الكفاية، ولو في حاجة فاتتنا وكده ممكن يعني نبقى نتكلم عنها في المرات اللي جاية إن شاء الله. المرة اللي جاية هيبقى في موضوع جديد، الموضوع الجديد ده هنتكلم على الديسبليسمنت بشقيها بقى. عندي الديسبليسمنت لها شقين، لها شقين. الشق الأولاني إن بيبقى في جزء منها بيبقى كونستانت، والجزء الثاني بيبقى فيه جزء ايه ريلاتيف. يعني الديسبليسمنت في الاخر خالص هي بتبقى ايه مجموع جزئين، جزء هيبقى ثابت كونستانت يعني، وده ما بيعملش انفعال، ده ما بيعملش ايه انفعال، ما بيسببش انفعالات. وفي جزء بقى تاني اللي هو بقى هيعمل الانفعال والمومنت والشير والقصص دي كلها، الجزء ده بيبقى ايه ريلاتيف. المرة اللي جاية بقى ان شاء الله نقول التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.